ده السؤال. فهمت؟ السؤال ده كي غدير دابا الكهرباء ها هو قطعناها على المروك قطعنا الكهرباء على المروك يا جدك ايه ايوا زيد ها الكهرباء ها هو زيد اش غدير به والله الا مشكله بالله مشكله 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 شكون هذا اللي خرج ايلي 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 اهلا اهلا راك هنا طوع دابا نتوما جبتوا 6 شهور وانتم كتقطعوا في الضو ما قطعتوهش الضو ها شوف لا تنزل شوية الأضواء بلاتي هو كيستان تنزل شوية الأضواء في هذيك أخير أجرب أجرب صافي هكا أحسن شتي لا كنشعلهم الضو مازال ما بغاوش يقطعوه ما بغاوش يقطعوه 6 شهور وما قال لك واش انا نقطعوا عليكم الكهرباء 6 شهور وين حنا مازالوا ما حنا دابا المشكله بقاو ملاهين مع الكهرباء هزهم الماء فهمت شتي القضيه ديال بقاو ملاهين مع الضو هزهم الماء هزهم الماء بالمعنى المقلوب فهمت يعني الهزان ديال الماء فينا هو الماء باش فهمت الواه انا ماشي زعما انا الله يحسن العون الله يحسن العون في الناس اي أيوة والله ما كاين لا مالك دا ولكن اللي كيضحك هو ان الرئيس ديالهم اعطى الاوامر قال لهم عندكم 48 ساعه تلقاو حل 48 ساعه 48 ساعه جدك وانت دوزتي 5 سنين والي تما في تيارت وشنو درتي لهم 5 سنين ما قضيتي توزع وفي 48 ساعة يلقاو لك الحل الماء واش تسحب لك عندنا عرس ولا العرس العرس كيضربوا لها الناس حساب شهر ملي كان عندنا حنا نعرس في البوادي وكنا في اليامات ديال كدا كنديروا البوادي 1980 85 وقبل كان واحد المثل المغربي كيقول ماشي مغربي كيكون في الريف ما عرفتش واش كاين في المغرب كامل ولا غير في الريف كيقولوا اللي كيقول العرس ساهل يسقي ليه غير الماء قولوا للاخوان واش كاين في شي في شي في شي في شي منطقه اخرى من غير الريف اللي كيقول العرس ساهل وني قان ضم غرا دهون ازديك مغرمان وني قان ضم غرا دهون ازديك مغرمان اللي كيقول العرس ساهل يسقي ليه غير الماء هذا العرس والناس هزت له الهم وانت تيارت كاملة جدك باقي 48 ساعة يلقاو لك الحل كاين في وجدة العز سيرت راه الا مشيت انا انت كي غدير لي الماء راه انا ما انا ماشي انا صاحبي راه انا ماشي مشكل ماشي امازيغيه الله حتى انتم بني من الكاينه الجزائري لي الجزائري راه ماشي انا اللي مشكل راه انا نمشي انا غنطفي اللايف غنمشي انا عندك غير ساعه صبر معايا ساعه انا عندي ساعه غنمشي غنهود نتهود مع الوالده نبوس لها راسها وترضي عليا ونضحك معاها وتعاودي شويه ديال التحنوشين والقصص وكذا فهمت وبيس انت واش غتلقى الماء هذا هو المشكل راه انا لو كان كنحل عندي زعما انني ما نبقاش نهضر في اللايفات وزعما يلقاو لكم الماء والله حتى نمشي انا انا ما واخا نمشي انا كدا انت غتلقى بلا ما هي مشكله صح هذا هو المشكل اللي عندك دابا 48 ساعه صاحبي انا هذا الرئيس عندهم في الجزائر بغيت نفهم ودينا دينا تحياتي مدعمين الله يحفظك بغيت نعرف تيك توكر الله يحفظك العز واش من ما ما عندهمش الماء السياسي السي انا اللي حابس الروبيني والله الا سحب لهم برا زعما انا اللي شد لهم هنايا القضيه انا عاد فهمت علاش داك وزير الري مشى لاندونيسيا وزير الري مشى لاندونيسيا كيشكي من المغرب في الماء انا عاد فهمت دابا الناس ديال تيار تغي يسحب لهم حنا اللي نشفنا لهم داك شفتنا لهم الماء وقرا قادر يقنعهم شتي تبون
بون قادر يقنعهم، ما عندوش مشكل في هذا الشيء مادام قنعهم باننا مشينا حتى للقبائل وحرقناها وصيفطنا لهم الجراد وصيفطنا لهم البيوض ومشينا حفرنا لهم مصطفى تشاكر وصيفطنا لهم السردين الجاسوس، راه يقدر يقنعهم بان تيارة المشكل ديالها هو ان المغاربه جابوا واحد القادوس دخلوه من المغرب بداو يحفروا 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 يحفروا. دابا هادشي كلكم والباقي يا ابن عمي ديال 48 ساعة، 48 ساعة شدك زعما انا نكون مثلا الوالي نتاع تيارت، وهذاك الوالي نتاع تيارت كنت كنشوفو انا في الفيديوهات ديما خرج عندهم الولاد في الجزائر لاحظتوا المقطوعات الولاد يخرجوا هكذا ويخرجوا معهم الكاميرات يصوروا ويشوفوا شي مقاول ويبدا يدير عليه ها هكمل الخدمه، هذه ماشي خدمه، هذه كمل خدمتك ولا غادي نقلع لك، ويعيط لشي مدير مسكين تما ديال شي اداره تما جهويه ولا اقليميه اروح علاش ما درتوش سميتو ما عمرتلوش الوراق نتاع اش كتسمى دوك الوراق نتاعهم ديال الصفقات يا ودي راك هلا ها خدموا معنا رانا في الجزائر الجديده والله الا الولاد كاملين اخوتي ويدبزوا مع دوك المسؤولين هذوك اللي تحت منهم فهمت ما هما هي التمثيليه فهمتي كيفاش هي روح انت والجزائري يبص بصبع ازرق اه الوالي خدام الوالي خدام الوالي واعر هذا ديال تيارت انا والله الا كان انا كنت زعما كنت تما في الجزائر ادوخ انا اقول ابني انا اللي زعما عايق اقول ابني ويبان هكذا معك لاش ديالو شي كنقول هاد السيد طيب اصاحبي خدام كيبان اللي خدام هكذا وهو الناس الما صاحبي الما الوالي ديال تيارت الما جدك فين كنتو هادي شهرين فين كنتو هادي 3 شهور فين كنتو هادو عام فين كنتو هادو عامين تويا وتمينو تحياتي بنت عمي فين كنتو هادي عامين ها فين كنتو قبل ما يوقحو دوك البراجات يا كنتو ما كتحفروا عندكم داكشي نتاع المياه والجوفيه اللي درتو بها الاطنان نتاع القمح ايوا دابا باش غادي تعجنوا داك القمح القمح ها هو والما فينا هو باش غتعجنوا سيدي علي يا دابا القمح ها هو جبتوها سيدي عندكم القمح يا الله ايوا باش غتعجنوه لا حول ولا قوة دابا شي واحد غيقول لك سعيد وانت شاد في هذا الشيء وحنا ماشي سوقنا وهذوك بيناتهم لا ابن عمي راه الجوهر الاخوان شوف شفت الجوهر نتاع هذه العمليه كامله اللي كنهضروا عليها حنا كاملين عرفتوا فين كدور انت واحد القطب نتاع الراحه كما يسمى سميتو نوريكس نحفظك يعملوا زميطه قوا خا زميطه غاتويا زميطه راه خاصها الماء خاصها شويه نتاع الماء ولا يديروها بالزيت ها يديروها بزيت العود واخا ولا يديروها بسميتو بحمود بوعلا بالغازوز ايه ولا بالغاز الغاز هذاك الغاز اللي كيفوحوا به ها حنا عندنا الغاز نتوما ما عندكمش البوطا يا شتي قطب الراحه ابن عمي هو البوليزاريو هادشي كامل سببه البوليزاريو الجزائري عجباتك ما عجباتكش فهمتيني ما فهمتينيش متفق معايا ما متفقش معايا شت هاد العمليه كامله سببها البوليزاريو درتو راسكم يعني البلا درتو راسكم البلا اللي مسلط عليكم في داك الجزائر هي البوليزاريو ديالكم 70% من التركيز نتاعكم من الوقت من الجهد من التركيز من التفكير ومن الفلوس والله العظيم شت البوليزاريو والجزائريين ديالكم 70% من التفكير من التركيز من الخدمه من الجهد ايه هما يستاهلوا لا يستاهلوا وانا نقول لك دابا تسحبونا حاسد البوليزاريو بالعكس اقو الزيع اقو كون زيع بالعكس يستاهلوا والله يرزقهم بصح ما تقوليش انا ما عنديش الماء
2024 وما لقاولكش الحلول للمياه. مصيبه صاحبي. عرفت شنو توقع ثوره العطش في الجزائر؟ ثوره العطش راه قريبه على الابواب. وداك الساعه قول للبوليزاريو تجي تدير لك الحل ديال المظاهرات والاحتجاجات. انت غير دابا نتوما غتفيقوا معطلين بان البوليزاريو انا بانت لي دارها المخزن عندكم تما. انا قريب نفكر انا قريب نطيح في هذه الفكره هذه. دابا شي مرات ما كتبغيش تخلي الراس، ولكن شي مرات ملي كنفكر كنقول هذا المخزن هذا مادام وصل حتى الملعب نتاع مصطفى تشاكي يروح حفرو في الليل، اذا غيكون هو اللي دار البوليزاريو. هو اللي دار البوليزاريو في تندوف. والله الا كيتخلي الشك مره مره خوتي كنشوف كنقول انه الحسن الثاني الله يرحمه قرا هكذا قال لك هذا المساق ديال بومديان كذا غيدير لي غيدير غير كذا تا 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 تا. ها راه ندير لهم عوض ما يديروها عندي هنا نديرها لهم تما. فهمت ديرها لكم تما. المهم هي مازال ما عنديش ديك الحيثيات كامله، ولكن راه تقدر تكون راه تقدر، لان اللي تقنعوا راه اللي تقنعوا بان قاسما شريناه بحلوه وميلفوي راه تقدر تقنعه باي حاجه اخرى. بنبطوش ما حيدوش لي الجنسيه المغربيه وهو ما تخلاش عليها. ممكن واهبه ممكن شي نهار تلقى بطوش جا وكذا وكيعاود لنا كيفاش دار تفاصيل زحلقه النظام الجزائري. هاكي درت لهم كذا الخطه كذا اش هادشي. لا 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 وهذا العجب. ولا تحياتي رأفت الغالي. هذا كأمازيغية رأفت الغالي غادي يجي وغنديروا عليه شي مسلسل عاود. تقال درنا لهم تما الجاسوس العميل داخل ونشف لهم تيارت، لأن قالوا لي إبراهيم غالي كيحفر الآخر. وهيبة هذه تحياتي. راه فراسكم كيحفرضوا الأنفاق. داكشي اللي كديروا حماس في فلسطين كيديرها ابراهيم مغالي في تندوف. داك الانفاق غيكون وصلهم حتى لتيارة المسخوط. داكشي اللي كيدير الشط الشفط ممكن كلشي ممكن. شتي هذاك البيوض يقدر يكون كيديرها لكم ابراهيم غالي. عيطوا له من المغرب المخزن عيطوا قال له يلاه هالي اعطي لهم البيوض. ممكن هذاك الجراد هذاك يمكن ممكن ابراهيم غالي يعاود. المهم حضيو راسكم ابراهيم غالي هذاك راه انا شك فيه جاسوس مغربي في الجزائر. اما داك مسخوط ديال الرادي الليلي هذاك ما فيهاش نقاش. اما واحد السلطانه انت متخيل هاد المسخوط هادو كاملين يخرجوا جواسيس. ولا 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 لا راه هي ممكنه. انا ملي كنشوف سميتو هذاك سميتو يا ربي موحد ديبيتي رئيس لجنة العلاقات الخارجية محسن كيضحك تحياتي محسن. موحد ديبيتي رئيس العلاقات الخارجية ديال الجزائر صاحبي كيربط الاتصال مع محسن. ها هو هنا نسلموا عليه بالمناسبة. محسن صاحبي باغي يضرب المغرب بمحسن. تخيل معايا انت رئيس لجنة الخارجية ديال دولة باغي يضرب دولة أخرى بمحسن. مع احتراماتي لمحسن زعما ماشي كنضربوا فيه كشخص، ولكن محسن كان فراش في الناظور. كان فراش في الناظور. وواحد كان جايجي. دابا واحد كان فرايشي واحد جايجي. ولا 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 لطيفة 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 على دولة على دولة على دولة. سلام بيفانا بنت عمي مرحبا بك بنت عمي. ولطيفة لطيفة على دولة. واحد كيبيع الدجاج واحد كيفرش في السوق حدا السوق ديال سميتو ديال الناظور الجديد يمكن ديال الناظور. قال لك اسيدي غادي نضربوا بهم المغرب. قال يا الله سير اخي محد ديبيتي خدم شغلك غنوجعوا المروك. يلا
والله العظيم الى الدوله اللي حدانا اقسم بالله الى تحفه بالله. لا نبغي يخدمها خدمها مع الفقير البصري وما أدراك ما